أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ هل هو فيما اختصوا به أو كل ما أتى من عندهم؟ تشبه بهم في عباداتهم هذا لا يجوز، تشبه بهم في عباداتهم، التشبه بهم في عاداتهم الخاصة بهم من ملابس ومشية وغير ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.